عن أزمة سعر الصرف تنضم إلينا شبكة مراسلين من بغداد، علي أسد، نجف حسام الكعبي وقاسم الزيدي من الموصل. أهلا بكم جميعا. دعني أبدأ معك علي. علي، ما آخر الأرقام التي سجلها الدولار في بغداد وكيف هو الوضع بشكل عام؟ نعم، الوضع بشكل عام مربك على مستوى الأسواق مع وصول سعر الصرف إلى حدود 160,000 دينار لكل 100 دولار. هذا الأمر سبب إرباك بالنسبة لعمليات تبادل العملة، بالنسبة للصرافة التخوف كبير من قبل محلات الصرافة في تبادل العملة، ولذلك هذا الأمر سبب تعطلا كبيرا للحركة الاقتصادية بشكل عام في العاصمة بغداد، مع وجود احتجاجات كانت موجودة اليوم أمام البنك المركزي العراقي. المحتجون طالبوا بإعادة سعر الصرف إلى وضعه القديم، وقد منحوا البنك المركزي مدة زمنية لتحسين الوضع الاقتصادي قبيل الخروج بتظاهرة وعدوا بها خلال الأسبوع المقبل. تحدثوا عن تظاهرة مليونية سيتم التحشيد لها للوقوف أمام مبنى البنك المركزي العراقي. بشكل عام تقلبات سعر الصرف أدت إلى ركود واضح في الأسواق العراقية، هنالك عملية تخوف من تبادل العملة من الشراء مع توقف الحوالات الخارجية، هنالك المواد المستوردة ارتفع سعرها بشكل واضح، أغلب المواطنين بدأوا بشراء المواد الغذائية والأساسية فقط راكنين المواد الأخرى التي تسمى بالمواد الكمالية جانبا. بعد تدهور الوضع الاقتصادي الآن الصورة عادت إلى المربع الأول الذي كانت فيه عندما تغير سعر الصرف، مع وجود أحاديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاحتمالية وصول سعر الصرف إلى 200,000 دينار من قبل بعض المحللين الاقتصاديين. يبدو أن هذه التصريحات تلقي بظلالها بشكل واسع على الأسواق المحلية هنا، وكذلك تعطل من عملية التبادل التجاري، من عملية التبادل المالي، تسبب مخاوف كبيرة بالنسبة للمواطنين من القادم، برغم تصريحات السيد العلاق على أن سعر الصرف لن يرتفع عن هذا المستوى، لكن المؤشرات الحالية وحديث الاقتصاديين لربما يصل سعر الصرف إلى أرقام قياسية، وهذا يعني مزيد من التدهور على المستوى الاقتصادي ومزيد من الركود على مستوى بقية السوق بشكل عام. نتحدث عن سوق السيارات، سوق الأجهزة الكهربائية، كذلك سوق الأثاث، كل هذه الأسواق الكبرى شلت بشكل كامل، مع خصوصا بأنها تعتمد بشكل واضح على الاستيراد، وهنالك مخاوف من أن ينحدر الوضع الاقتصادي إلى أكثر من ذلك في حال عدم السيطرة على هذا السباق ما بين الدينار وكذلك الدولار. حسام، كان هذا الوضع في بغداد، ماذا عن النجف؟ نعم يا علي، ربما الوضع في النجف لا يختلف عن الوضع في بغداد. النجف أيضا سوق تجاري شهد مشاكل كثيرة على أثر تقلبات سعر الدولار، ربما شهد السوق استقرارا لمدة شهر أو أكثر من شهر بقليل بسبب استقرار سعر الصرف، وتحدث عن سعر السوق يعني السوداء السوق الأسود بين 145 إلى 147 مقابل 100 دولار أو فئة 100 دولار. اليوم صراحة ومنذ فترة طويلة المواطن لا يشعر بالثقة، لا نتيجة لقرارات البنك المركزي ولا حتى بالتعاملات التجارية، هنالك يعني تأثير واضح بسبب هذه التقلبات، إضافة إلى أن هنالك عدد ليس بالقليل قد أثرى ثراء فاحشا على يعني أساس هذه الأزمة. هنالك من استغل المواطنين والأزمة وقرارات البنك المركزي من خلال التحايل على القوانين واستمرار تهريب العملة، إضافة إلى تزوير فيز السفر والجوازات، ومن خلال هذه العمليات استطاع الحصول على الدولار بالسعر الرسمي ومن ثم يقومون بضخه بالأسواق. هذا أيضا أثر بشكل مباشر على يعني استقرار سعر الصرف. هنالك يعني مراقبين لعملية الدولار يتحدثون عن هنالك قرارات غير مطبقة على أرض الواقع، حتى وإذا كان البنك المركزي يريد تصحيح هذه العملية بسبب عدم متابعته لتطبيق القرارات ربما سيستمر الوضع إلى الأسوأ، ومخاوف من أن تشمل العقوبات ربما مصارف عراقية يعني أخرى، وحتى ربما هنالك من يتحدث أن العقوبات ربما تشمل البنك المركزي، ويعني بالتالي المتضرر الأول والأخير هو المواطن والموظف العراقي. الموظف العراقي ربما انخفض
انخفضت رواتب الموظفين إلى نسبة 20%، البضائع ارتفعت بنسبة يعني بنسبة لا تتساوى مع نسبة ارتفاع الدولار. هنالك تذبذب ومشاكل كثيرة يا علي في السوق، وأتحدث عن النجف ربما والذي لا يختلف عن سوق بغداد وباقي محافظات العراق. نعم، هذا ما سنعرفه من قاسم. قاسم، ماذا عن الموصل، آخر الأرقام ووضع السوق؟ نعم علي، مساء الخير. منذ يومين يا علي ولا حديث في مدينة الموصل غير سعر الصرف. المواطنين متخوفون جدا هنا في المدينة من ارتفاع أكثر، قد يعني خلال يومين ارتفع سعر الصرف تجاوز 8000 دينار. اليوم سعر الصرف في مدينة الموصل 158000 دينار لكل 100 دولار. هذا الارتفاع أربك السوق يا علي. المواطنون الآن توجهوا إلى الأسواق لشراء السلع الاستهلاكية، يعني بالجملة نتحدث، تخوفا من صعود الأسعار أكثر. الأسعار ارتفعت جزئيا الآن خلال هاليومين الماضيين، لكن هناك تخوفات من صعودها أكثر. المواطن نزل إلى السوق للتسوق تحسبا لارتفاع قد يحدث خلال اليومين المقبلين، يعني قد يتجاوز سعر الصرف 160000 دينار. نتحدث عن يعني أيام قليلة لم تتجاوز 72 ساعة سعر الصرف ارتفع 8000 دينار. هذا رقم حسب خبراء الاقتصاد هو خطير، يحتاج إلى مدة أطول لكي يستعيد الدينار عافيته. المطالبات هنا يا علي تطالب بتفعيل قانون حماية المستهلك ووضع تسعير للمواد الغذائية خصوصا. نعم. يعني هناك جشع من بعض التجار. نعم. يستغل هذه الظروف لكي يرفع الأسعار. نعم. المطالبات تطالب بتفعيل قوانين حماية. نعم. المستهلك. نعم، شكرا لك يا قاسم الزيدي مراسلنا من الموصل. شكر موصول لحسام الكعبي من النجف، وبغداد علي أسد.